النهاردة حبايبي هحكي لكم موقف حصل معايا حقيقة، بس علشان اوصل لكم الموقف ده حصل ازاي وامثل لكم، فحبيت اللي انا اعمله على شكل كرتون. فاتمنى ان انتوا تتابعوا معايا الفيديو للاخر، لان الموقف ده هو يضحك جدا جدا. المفروض اللي انا دلوقتي في البنك عشان اصرف ارباح اليوتيوب من قناتي، فالمفروض البنك زحمة وكله ناس، بس علشان الفيديو بياخد شخصيتين بس اللي هو الكرتون، فمش هينفع ان انا احط ناس كتير في البنك في الكرتون. نعم، فالمفروض اللي انا كنت قاعدة بقالي 3 ساعات منتظرة دوري علشان يجي، فمن كتر الانتظار نمت على الكرسي وانا قاعدة. فنشوف بقى موظف البنك وهو في الشباك والشبابيك زحمة، فهنشوف مع بعض هو ايه يعمل ايه. حاول اللي هو يشاورلي وانا مش واخده بالي. فاول لما فتحت عينيا ولقيته بيشاورلي، فوريكم بقى ايه اللي حصل. تعالي تعالي. وانا طبعا نايمه، لسه نايمه. تعالي تعالي. وانا لسه نايمه. ايوه انتي تعالي. دلوقتي انا فتحت عينيا لقيته بيشاور لي بايديه. طبعا هو مش عايز الناس تحس، لان طبعا العملاء اللي قاعدين بارقام، ولو حد حس هيبقى فيها مشكله والامن واقف وكله وهيبقى مسؤوليه عليه. في الوقت ده هوت انا استغربت، عملت كده يعني قلت له انا، فراح عامل لي براسه ايوه. فدلوقتي المفروض بقى ايه اللي انا يعني ايه، رحت هناك عند الشباك فهشوف ايه اللي حصل. وانا لازم اسمع الناس وانا بناديلك عشان انت بس صعبت عليا عشان بتنامي كده. خلاص كده كتر خيره، هو خلص لي مشواري اللي انا كنت رايحه، وبدل ما كنت لسه هستنى كتير، فبصراحه يعني كتر خيره. فانا بس هو الموقف اللي هو يعني اللي انا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده النهارده، على اساس اللي ده الانسان ده تعب فعلا، عشان كنت انا فعلا من التعب والارهاق، وكنت قاعده طول الليل يعني نص الليل عماله بعمل مونتاج الفيديوهات اللي انا هنزلها لكم تاني يوم، والتعب كتر التعب اللي انا فيه خلاني قاعده على الكرسي فعلا نمت. وكانت بنتي معايا بس في مكان تاني، عشان يعني الكرسي اللي كان جنبي مني كان مشغول، لا فما كانتش واخده بالها منه وهو بيشاور. فربنا يعني ربنا يجازيه كل خير ويكتر من امثاله. اتمنى للفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي انا بقدمها اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.